ذكرى الفنانة الجميلة ليلى مراد تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية في ذكرى ميلادها بحضور الفنان سمير صبري ونجلي الفنانة ليلى مراد ذكي فطين عبد الوهاب وأشرف أباظة. ليلى مراد كانت يمكن بعدانا عن المجال الفني نهائي، أنا وزكي أخويا تماما، يمكن زكي عشان والده مرحوم فطين عبد الوهاب وسراج منير طبعا عمه ومنير مراد وإلى آخره دخل الفن شوية، إنما إحنا كنا اتربينا تربية بعيدة تماما عن الفن يعني خالص، كانت بتحاول تبعدنا يعني أكثر قد، بس زكي بقى اللي فلت يعني. شخصيتها حساسة جدا جدا ورقيقة، في نفس الوقت كان عندها قوة شخصية مع أولادها يعني، لأن كانت بتربينا أنا وأخويا وكانت ظروف وقتها مش كويسة أوي يعني، وكان خاصة بعد ما والدي مات، فكانت يعني شخصية حازمة يعني شخصية في البيت مش سهلة يعني. في نفس الوقت دماغها خفيف جدا جدا، يمكن يعني دي حاجة الناس ما تعرفهاش قوي عنها، انها كانت بتحب دايما تهزر وتضحك مع اصحابها، وبقت طباخة ماهرة جدا في الاواخر، عمرها ما كانت دخلت مطبخ خالص، وبعدين فجأة كده جات لها هواية الطبيخ، فكانت بتعمل اكل خاص بيها جدا، بس كانت حاجة لطيفة قوي. ليلى مراد من ضمن الناس اللي شكلوا في وجدان المشاهد او المستمع في مصر والعالم العربي شيء كبير جدا، برقي أغانيها، برقي المعاني اللي هي تغنت بيها، برقي الألحان لكبار الملحنين اللي هي غنت لهم، برقي الأفلام السينمائية العظيمة اللي هي قدمتها، 36 فيلم اللي هي مثلتهم بداية من يحيى الحب مع عبد الوهاب إلى الحياة الحب وحبيب المجهول. لا، ليلى مراد زيها زي كل هذا الجيل، كان جيل عظيم، عظيم في العطاء، عظيم في حب الفن، عظيم في احترام الجمهور المستمع أو المشاهد.